أعود إلى هذه النقطة بعد قليل، لكن دعني أقف على رأي دكتور منصور عمر الكيخية من تكساس. أود أن أتساءل معك، استمعت لما قاله سيد نعمان بن عثمان، هناك ربما بعض أعمال العنف، هناك بعض التظاهرات، لكن هناك أيضا في المقابل محاولات للإصلاح، محاولات جادة. ما هي قراءتك لما يجري الآن على الأرض في ليبيا من خلال المعلومات الشحيحة التي تأتي الجميع من ليبيا، بالعلم من أننا لا نرى أي صور لهذه المظاهرات المناوئة للنظام في ليبيا على أجهزة التلفزة ولا أثير الإذاعات الليبية، الاتصال عبر الإنترنت مقطوع أو شبه مقطوع مع ليبيا، ما هي قراءتك لما يجري؟ أولا شكرا على إتاحة الفرصة لي للتحدث بهذا الموضوع، وثانيا لا أتوقع أكثر مما قال الأخ عثمان وغير عثمان. ما أتوقع أن يقول لشخص يساند نظام القذافي. أولا المظاهرات في البيضة وفي بنغازي وفي شحات وفي درنة أدت إلى قتل أكثر من 12 و15 القناصة إلى الآن. إلى حسب معلوماتي وتحدثت مع بعض الأشخاص مما يقارب عن ساعة الآن، قد يتجاوز 300 شخص من جرحى وقتله، فهمت؟ وغدا باذن الله ستقام مظاهره ثانيه في بنغازي وفي المناطق الغربيه في المنطقه الشرقيه لمواجهه هذا النظام. اكثر من 40 سنه من الظلم والقهر والدكتاتوريه، كفت ليبيا. لا اصبح اليوم لا يهم الليبيين خطوط حمراء، خطوط خضراء، خطوط صفراء، لا يهمهم. نظام القذافي لابد ان ينتهي ولابد تجري في ليبيا. لكن ضيفي يا دكتور الكيخيا، ضيفي قال ان هناك خطوات اصلاحيه بدات وربما الامر يستغرق بعض الوقت. كيف ترى هذا الطرح؟ يعني اي دوله فيها نظام غير راضي عنه الشارع او مجموعه من الناس في هذا البلد تعطيه فرصه معينه للاصلاح؟ بدا بالاصلاح. اسمح لي، نظام منفرج لا يعالج. النظام لابد أن يتغير. 40 سنة من نظام دكتاتوري لابد أن يتغير. أصبحت ليبيا اليوم في مأساة، في مأزق ضخم جدا. العالم يتقدم ونحن وليبيا تتأخر. الظلم والسرقة والنهب، يعني أنا أستغرب بعض الأحيان نفس القائد يصلي بألاف ونفس القائد يحث الناس على السرقة وعلى النهب وعلى الفساد. طيب، وعلى الرشوة. أود أن أبني معك على تجربة معينة يا دكتور الكيخية. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفي من طرابلس على أمل أن نعاود الاتصال به بعد قليل. كانت هناك مجموعات من الإسلاميين أو ممن يصفون بأنهم من الإسلاميين المتطرفين ممن اعتقلوا وسجنوا، ثم جرى الإفراج عن مجموعات منهم، آخر مجموعة ربما 110 أشخاص الذين أفرج عنهم قبل يوم أو يومين. هذه التجربة يقول البعض أن يجب للبعض أن يتوقف عندها، لأن النظام في ليبيا بدأ يأخذ عبرة ربما إن لم يكن من تونس أو من مصر إنما من الداخل. أطلق سراح مجموعات من الإسلاميين يعمل على تأهيلهم، إذا صح تعبيرنا بين مزدوجين، لإعادة انخراط هؤلاء بالمجتمع الليبي. تجربة يجب أن نتوقف عندها، ليس كذلك؟ الإسلاميين التي أخلي سراحهم من قبل إلى الآن تحت المراقبة المباشرة يوميا، يعني إلى اليوم من الصعب أن يجدوا عملا، من الصعب أن يغادروا البلاد بسهولة. يعني ما يفعله النظام اليوم ما هي إلا ما يسمى بالدارج كراكوز كما يقول المصريين. النظام جاثم، لا يقبل بأي شكل من أشكال أي نوع من المعارضة، لا يقبل أي نوع من الأشكال برأي مخالف. فكل هذه الإجراءات التي يسجلوها الآن فاضية، خالية، هاوية من أي محوى. أولا الخوف الأساسي بالنسبة لي أنا شخصيا، الخوف الأساسي أن النظام نفسه سبب في انشقاقات وانقسامات قد تؤدي إلى انقسام البلاد. هذه نقطة يجدر أن نتوقف عندها دكتور الكيخية. نحن نحاول دائما الاتصال بنعمان بن عثمان في طرابلس، للأسف هو لا يجيب، لكن أود أن نتوقف معك. عندما يقول البعض إن لو استمرت هذه التظاهرات أو أعمال العنف وربما أعمال القتل، نحن غير متأكدين حتى الآن، لكن إن استمرت هذا سيؤدي إلى انزلاق ليبيا نحو قتال أهلي وربما
تقسيم البلاد. هل هذا الطرح بمحله دكتور الكيخية أم أن ما يجري هو مجرد تخويف للشارع كي لا يتظاهر؟ هل نظرية الحرب أو القتال الداخلي في ليبيا أمر وارد فعلا؟ والله صح للأسف صحيح، لأن عندما تنظر عندما نالت ليبيا استقلالها من الأمم المتحدة 52، عندما نالت استقلالها كانت منقسمة إلى دولة فيدرالية بين طرابلس وفزان وبرقة. في 63 ضمت إلى وحدت، ولكن في 69 عندما أتى القذافي إلى النظام لم يثبت هذه الوحدة، بل بالعكس أدى إلى تقسيم ليبيا من جديد. فأصبحت اليوم نراها واضحة جدا. شوف انظر اين تقوم المظاهرات في برقة، في طرابلس اين تقوم المظاهرات، في زنتان، في الجبل، عند الأمازيغ. فنجد الانقسامات والانشقاقات التي قامت من القذافي اليوم ثبتت. فأنا ارجو ان لا يحدث، ارجو ان اكون على خطأ.